حلت البركة يا غوالي حلت. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام عبر شبكة جي ميديا، نطل عليكم بهذه النافذة المباشرة من بلدة حوارة إلى الجنوب من مدينة نابلس. يقوم قوات الاحتلال الآن بمداهمة المحال التجارية ومحاولة إجبارهم على إغلاق محلهم التجارية كنوع من أنواع العقاب الجماعي على أهالي بلدة حوارة، وذلك بحجة أنهم تعرضوا لإلقاء حجارة على مركبة إحدى المستوطنين. هذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها جيش الاحتلال بمحاولة إغلاق بلدة حوارة بشكل كامل وممارسة سياسة العقاب الجماعي عليهم. إذن كما تشاهدون قوات الاحتلال يحاولون عرقلة عمل أصحاب المحال التجارية ومحاولة إجبارهم على إغلاق محالهم، وذلك كسياسة من سياسة العقاب الجماعي على أهالي بلدة حوارة مع كل حدث يحدث في البلدة. جنود الاحتلال الآن يجوبون ويجولون على المحال التجارية، يخبرونهم أن هناك عملية إلقاء حجارة أو هناك حدث إلقاء حجارة على مركبة مستوطن. أهالي بلدة حوارة فعليا يدفعون ثمن أو يتعرضون مرارا وتكرارا إلى هذه السياسة، سياسة العقاب الجماعي مع كل حدث يحدث على امتداد الشارع الرئيسي في بلدة حوارة. إذن تنكيل وتفتيش لمركبات المواطنين يقوم به قوات الاحتلال على شارع حوارة. هذه البلدة لكن الرفض واضح على المواطنين الفلسطينيين لعدم الاستجابة لهذه الإجراءات العسكرية والإجراءات الإسرائيلية ضد إذن كما تشاهدون قوة الاحتلال تجبر صاحب هذا المحال على إجبار محله التجاري. Thank you.
إذن جنود الاحتلال يكملون جولتهم على امتداد الشارع الرئيسي في بلدة حوارة ويتفقدون المحال التجارية، يجبلون المحال التجارية على الإغلاق كما تشاهدون. نستمر وإياكم مع هذه التغطية المباشرة من بلدة حوارة، ولا زالت عملية إغلاق المحال التجارية يقوم بها قوات الاحتلال الآن. لا غير. إذن جندي الاحتلال يسأل باستهزاء أين يمكنه أن يشاهد هذا البث المباشر. كل الضغط إذا تشوف، لأن أنتم ما حد شايفكم، أنتم ما حد شايفكم تطلعوا من هنا. قول يا الله. هذه المشاهد أصبحت تتكرر بشكل يومي في بلدة حوارة، تنكيل، إغلاق محلات، تفتيش المارة، تفتيش مركبات المواطنين الفلسطينيين، وذلك لتسهيل مرور مركبات المستوطنين من هذا الشارع المشترك الذي يتشارك به الفلسطينيون والمستوطنون في المرور منه. إذن قوات الاحتلال حتى المخابز أجبرتها على الإغلاق، المخابز التي لا تغلق حتى في حالات الطارئة، أجبرت جنود الاحتلال المخابز في بلدة حوار على إغلاق أبوابها. نصل وإياكم إلى نهاية هذه التغطية الإخبارية عبر شبكة جي ميديا الإخبارية، سنعود لكم في حال توفر أي تفاصيل جديدة.